صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح النور مشاهدي قناة سي تي في في كل مكان. أهلا وسهلا بحضراتكم، حلقة جديدة ويوم جديد وبرنامجكم صباح النور. حلقة النهاردة بتاريخ يوم الخميس 23 نوفمبر 2023. يا رب يوم جديد كل خير وبركة وصحة وسعادة وكل الأمنيات وكل الحاجات الحلوة لحضراتكم. والعيد ميلادهم النهاردة 23/11، كل سنة وانتم طيبين وبألف خير. صباح الفل. صباح الفل. ازي حضرتك؟ الحمد لله. صباح الخير، صباح السعادة، صباح الابتسامة، وصباحكم كده يا رب كل خير ورزق وعافية وراحة بال وكل الحاجات الحلوة والأمنيات الجميلة على كل مشاهدين الغاليين في كل مكان. يا رب يوم حلو كده عليكم. يا رب. أبتدي؟ أبتدي. عايزة أبتدي أن ناس كتيرة بنشوفها بعد وقت وبعد تاريخ معين في حياتها ابتدي تكلموا عن قصة نجاح، قصة نجاح في حياته. قد يكون قصة النجاح بطلها حد في حياته، قد يكون قصة النجاح بتاعته ان هو قدر يعلم ولاده تعليم كويس او ان ولاده طلعوا كويسين، قد يكون قصة النجاح بتاعته ان هو حول الفشل اللي قابله في حياته لنجاح. كم مرة نقابل حد يقول لك انا دخلت قدمت في المكان الفلاني مرة واثنين وثلاثة وفشلت وفي الرابعة قدرت انجح وده غير طريق حياتي. قد يكون قصة النجاح بتاعته ان هو عمل حاجة جديدة للمجتمع اللي هو فيه، للبيئة اللي هو عايش فيها. فلكل واحد فينا قصة نجاح، لكن الشخص الناجح ده قصة تانية بقى. يعني ممكن تنجح في حاجة لكن عشان تبقى شخص ناجح دي قصة تانية. أروم أن أراك ناجحا في كل شيء، في كل شيء دي يعني في كل حاجة، تبقى ناجح نفسيا وناجح اجتماعيا وناجح علميا وناجح 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 في حاجات كتيرة جدا. تفتكروا إيه الحاجات اللي ممكن تصنع شخص ناجح؟ يعني ده سؤالنا النهاردة، إيه الحاجات اللي تقول عليها على الشخص ده ناجح؟ مش أرجوكم، أنا ساعات ببقى رخم شوية، ببقى غلس في وأقولي إن أنا في إجابات مش عايزينها. يعني مش عايزين ناجح اللي هو ناجح في علاقته مع ربنا، وأهم حاجة يكون علاقتك مع ربنا كويس، تمام، بس خلي بالك إن ربنا اللي أنت بتتكلم عليه هو الله العظيم اللي عايز كل واحد فينا يكون إنسان ناجح، وهو ما خلقناش أبدا للفشل، لكن خلقنا للنجاح، خلقنا عشان نبقى كويسين. هو عايزنا نبقى مستمتعين بحياتنا، الله عاوزنا نبقى فرحانين في حياتنا، عايزنا نبقى ناجحين في حياتنا. إيه المقومات اللي بيها نقول على الشخص ناجح؟ ليه بتقول على نفسك غلس؟ إيه؟ ليه بتقول على نفسك؟ لا عشان ما خدش إجابات. كمان بتقول ساعات. ساعات؟ ماشي، شكرا. بس مش اصل الكلمه لفتت انتباهي قوي، فمستنيك تخصش اسالك. لا ربنا يخليك، ما تقولش على نفسك. لا كده على طول، مش صح. لا ما تقولش على نفسك كده. ماشي اتفضل. دي مش غلاسه، دي صراحه. طيب ارجع للسؤال، ايه الحاجات او المقومات اللي ممكن تخلي شخص ناجح؟ هي حاجات كتير، تعالوا النهارده نقول شويه منهم كده، او بعض الحاجات اللي ممكن تخلي شخص ناجح، وإيه المعوقات اللي ممكن تقف قدام نجاح أي شخص لما يجي يراجع نفسه يقول أنا ليه ما حققتش حاجة. برضو وجهات نظر، لكن أنا بشوف أنك أنت تكتشف نفسك ده مهم جدا. عمر ما في حد هينجح من غير ما يكتشف نفسه ويكتشف نقاط القوة اللي عنده. وحد برضو دلوقتي يقول أيوة يعني أنا أعمل ده إزاي؟ جميل الكلام ده بالتجربة. يعني الإنسان اللي لازم يجرب في الأول مش هتلاقي نفسك في حاجة معينة أنت حبيبها، لقي نفسك فيها مش عارف أنت إيه، لكن لا بتجرب حاجة واثنين وثلاثة واشتغلت ده واشتغلت ده واشتغلت ده وحسيت أن أنت مستمتع بده، لقي نفسك في ده، هنا غلطت هنا قمت هنا. ففكرة أنك تكتشف نفسك وتكتشف نقاط القوة اللي عندك وفي شخصيتك وفي طريقة تفكيرك دي من أهم الحاجات اللي ممكن تخلي شخص ناجح. مفيش حد مش لاقي نفسه ويقول عليه شخص ناجح. إذا كنت أنت نفسك مش فاهم نفسك هتفهم شغلك وتعرف تتعامل مع الناس وتنجح إزاي؟ فإنك تكتشف نفسك دي بالنسبة لي رقم واحد. طيب بصي أنا يعني كنت حضرت شوية حاجات من وراكي. من ورايا؟ من وراكي عشان بس الأصل الأمانة. أنت كده غلس دايما بقى، مش مصر إنك تبقى دايما، مش أحيانا يعني. اعتراف أهو. ماشي. اعتراف. تمام. هو أنا كنت يعني كنت لقيت كده شوية حاجات بس يعني ما أنا حابب أقولهم يعني. هتقولهم كلهم؟ إيه؟ هتقولهم كلهم؟ زعلانة ليه؟ ما أنا المحضرة.
لا انا ما قلتش يعني قول واحده واحده نمشي واحده واحده مع الناس. طب بصي اول حاجه اللي هي فعلا انت قلتيها اكتشف نفسك. وانا دي مقتنع بيها جدا يعني. ما انت ما تبقاش انت مش مكتشف نفسك وانت عايز الناس تكتشفك. تمام. عارفه كان في اعلان بيجي في التلفزيون عاوز حد يكتشفني، محدش هيكتشفك. يعني انت اصلا تكوني مكتشفه نفسك وتكون مش بس مكتشف لكن تكون مقتنع بنفسك. خلي بالك انت لو مش لو حضرتك او حضرتك مش مقتنعين بنفسكم ما تطالبش الناس ان هي تقتنع بيك او تقتنع بافكارك وانت اصلا مش مقتنع بنفسك. فتقتنع بنفسك دي اللي احنا بنسميها الثقه بالنفس. يعني اكتشف نفسي ويبقى عندي ثقه بنفسي. ليه بقى؟ لان انا هقابلني 100 واحد يقول لي ايه مثلا، ده يقول لي معقول هتقدر، مع انت كويس بس مش يحبطني ويفشلني. بالظبط. طبعا ده يتعارض مع فكره ان حد مش موهوب وبيدعي ان الموهوب ومقتنع بنفسه انه موهوب، ده اسمه بنسميه موهوم مش موهوب. بس الثقه بالنفس واكتشاف النفس بتجيش مره واحده يعني. لا. مش دلوقتي هلاقي نفسي ان انا كده، عشان كنت بقول ايه هي بالتجربه وبالمحاوله. يبقى لازم تجرب مرة واثنين وثلاثة وتجرب دي وتشتغلت دي لغاية لما تلاقي حاجة اكتشفت نفسك فيها. انت عارفة هي فكرة التجربة دي بتيجي ازاي؟ فكرة التجربة ان انا بجرب حاجة. في حد لما مثلا جي يعمل حاجة ناحية الكهرباء فتكهرب، فيقعد طول حياته كلها عنده عقدة من الكهرباء. وفي واحد لما تكهرب راح فكر قال انا عايز اتعامل تاني مع المكنة دي بس من غير ما اتكهرب، فابتدى يدرس وابتدى يعرف فابتدى ما يتكهربش، وبالعكس بقى هو اللي استاذ على المكنه، هو بقى المسيطر على المكنه مش المكنه اللي مسيطره عليه. فاحنا في التجارب كده، في تجارب انا بجربها. في واحد بيجرب بيزنس يروح خسران يقول لك بس حد الله بيني وبين البيزنس، كفايه بقى نشتغل شغلانه مرتب اخر الشهر وكفى تمام وزي الفل. طيب وفي واحد يقول لك لا انا ما دام خسرت المره دي انا خسرت لان انا لما صرحت نفسي لقيت عندي شويه حاجات ديفوهات فمش هعمل كده تاني. فدي دول الحاجتين اللي انا هبتدي بيهم النهارده. الحاجه اللي انت قلتيها اللي هي اكتشف نفسك. انا هبتدي بيها. الحاجه الثانيه ثقه بالنفس. ثقه بالنفس. نشوف استاذ شحاته ونكمل يعني. ماشي. احنا كل واحد فينا كده مجهز شوية حاجات، نحاول بالورقة والقلم واللي تعجبه فكرة من اللي احنا قلناها كده يكتبها في ورقة قدامه ويقول أنا لازم أعمل 1 2 3 النهاردة عشان خاطر أبتدي طريقي بنجاح. أستاذ شحاتة صباح الفل. يا صباح الفل على حضرتك، أهلا بمين. صباح الفل يا أستاذ شحاتة، أهلا بحضرتك. شوف عشان الإنسان ينجح لازم يجاهد. صح. ويبقى عنده طموح باي حاجه لازم يعملها يجتهد ينجح يجتهد. حلو قوي. وما يندمش على حاجه، لو عمل حاجه وفشل فيها ما يندمش، يكرر مره واثنين. برافو عليك. برافو عليك. صح كده. يبقى المحاوله، تكرار المحاوله. يبقى انا هاخد من كلام حضرتك يا استاذ شحاته النهارده الرساله بتاعت حضرتك، وهي مهمه جدا وكانت معانا النهارده كمان من ضمن النقط، هي فكره الاجتهاد، فكره ان الانسان يجتهد. بشكرك جدا يا استاذ شحاته. ويقول لك مفيش حد اجتهد وكانت المحصله صفر، يعني مفيش حد هيجتهد وتبقى المحصله صفر. تقول لي لا بس هو خلي بالك هو فتح مشروع وخسر، هو ذاكر وسقط، هو لا بس المحصله مش صفر، انت شايفها صفر لان انت وانا قاعد مبلط كده في البيت انا شايفها صفر، بس هو المحصله مش صفر. تقول لي ازاي؟ اقول لك لان هو اكتسب خبره، هو بعد كده لو راح الموضوع ده تاني وانت نفذته في الموضوع ده متاكد ان هو اللي هيكسب، لان هو خسر فعرف ايه نقط الضعف بتاعته فما عملهاش، حط اساس. فعمر المحصله ما تبقى صفر. وانت معدي على اي مكان بتبني خلاص واحنا ماشيين في المستوى ده بيبقى في جنبك المكان اللي بيتبني جديد حافرين الاساس، جايز جدا وانت ماشي بالمواصلات ولا بالعربيه انت مش شايف الاساس اللي تحت، بس هو ده اللي هيخلي المبنى قوي يعني وصلب ما يقعش، لكن اللي بيبني حاجه على الوش هتقع. فزي ما اصحابي بيقول كده اللي هي فكره اي حاجه حتى لو فشلنا فيها اتعلمنا وخدنا منها خبره. حاجه ثانيه برضو بشوف انها حاجه ثالثه بقى، حاجه ثالثه مش هنعدي يعني. حاجه نقطه اخرى. نقطه اخرى. ممكن تكون سبب او حاجه تخلينا ننجح انك تكون شخص ملتزم. عدم الالتزام او انك تشتغل بجديه عمره ما هيخليك تنجح. صح. عشان تبقى ناجح لازم تبقى ملتزم بمواعيدك، ملتزم بالخطه اللي انت حطيتها، ملتزم بالمكان اللي انت
اشتغلت فيه، لو انت عملت مشروع او فكرة جديدة انت ومجموعة من اصحابك او الناس اللي معاك وعندكوا التزامات واحد اتنين تلاتة مواعيد، هندفع الحاجة الفلانية، نسدد الحاجة الفلانية، نوصل شغل معين في ميعاد معين، اي حاجة فيها التزام فاول طريقك ده من اول ما انت كنت بتذاكر. لازم تبقى شخص ملتزم، لو انت مش ملتزم في مذاكرتك مش هتنجح، او هتنجح يا دوب كده، لا عارف تعدي، وانا بسميش ده نجاح، اللي هو يا دوب عدى غير شخص ناجح. أكمل أول نقطة كمان. في نقطة اسمها مهارة اقتناص الفرص، مهارة اقتناص الفرص. بيقول لك إن أنت كل من الصبح من أول ما بتصحى لحد ما بتنام بيتعرض عليك فرص كتيرة في الحياة، يا ترى أنت بتقتنصها ولا مش بتقتنصها؟ بيقول لك أنت مش بتقتنصها غالبا لأن أنت متردد. وما تنساش إن أنت من سنتين ما رضيتش تروح تشتري عربية ب 300 ألف جنيه بالتقسيط، هي سعرها النهاردة 1,800,000، يعني زادت 1,500,000. طبعا انت بقى استحال ان انت تجيبها، او صعب، ما فيش استحاله لكن صعب ان انت تجيبها. خلي بالك ان انت كان معروض عليك سفر وانت ترددت، وكنت لو سافرت كانت حياتك اتغيرت للافضل. خلي بالك ان انت قبل كده اتعرض عليك كذا 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 واللي منعك التردد، كنت هتشتري، كنت هتسافر، كنت هتعمل، وترددت، فالتردد خسرك كتير، فالتردد بيخسرنا كتير. فاقتناص الفرص اعتقد دي حاجه مهمه جدا. اذا اتيح ليك ان انت تعبر عن نفسك في مكان معين او بشكل معين لا تتردد، اعمل كده حتى لو انت مش هتعمل 100%، حتى لو انت حاسس بس يعني المهم لا تتردد. التردد بيخسرنا وبيرجعنا لورا. لو جات الفرصه بقى متاخر هتقول يا ريتني كنت عملت، ولا فكره المحاوله يعني اقتناص الفرص مرتبطه بالمحاوله. جرب واول مره ما جاتش معاك، في شركه معينه نفسك قوي ان انت تشتغل فيها ومش عارف، طب وماله، طب ما التقديم مثلا اونلاين، ما تحط البيانات بتاعتك وتقدم وتشوف يمكن تيجي. ولو اترفضت، على فكره في اماكن كتير قوي ممكن في الرد بتاعهم الناس بترد عليك اترفضت ليه، بيكتبوا لك عشان كذا ما كانش مناسب فيك، يبقى بدل ما انا اصاب بالاحباط، لا ده انا اشوف انا اترفضت ليه واشتغل على ده. اصل احنا كنا محتاجين لغه تانية، كنا محتاجين شهاده كذا، اصل السن مش مناسب، محتاجين خريجين وانت لسه بتدرس، يبقى انا هنا عرفت ايه الحاجه اللي خلتني ما اتقبلتش، يبقى انا هشتغل على النقطه دي، لما اجي اقدم مره تانية او ثالثه ممكن جدا ان انا اتاخد. حلو جدا. مدام نوال صباح الفل. صباح الفل مدام هبه، ازيك؟ صباح الفل على حضرتك، اهلا بيك. صباح الخير يا استاذ حيان. صباح الفل عليكي مدام نوال، اهلا بحضرتك. بحبكم جدا وبحب كلامكم ومواضيعكم مهمه جدا بالنسبه لي. ربنا يخليكي يا مدام نوال، ربنا يخليكي. اسباب النجاح دي حاجات كثيره في حياتنا، مش تحت شرط يكون التعليم، يعني مش تحت شرط تكون حاصله على شهاده عشان تبقى ناجح ومتفوق. صح كده. صح. يعني انا بعد فتره من عمري، انا عامه في اول الخمسين، بس انا بحس ان انا عندي في الثلاثينات كده او في العشرينات، وبحب اتصرف التصرفات اللي هي في النجاح، كله في النجاح باذن ربي. حلو قوي، حلو. يعني بديت مشروعي واخري، بس يعني ادام عندي ثقه في نفسي ان انا المشروع ده بديته وهبدا فيه وربنا مد ايده معايا فيه، بثقه بالنفس كده ناجح. مشروعك ايه يا مدام نوال؟ ايه المشروع بقى الحلو اللي انت عاملاه؟ مخبوزات بيت، حلويات بيت، وحاجات البيت والعياد والعرايس. يا سلام، حلو قوي. الجروب بتاع اخر حلاوه بتعمل بيت حاجات كله حلوه. اخر حلاوه. برافو برافو. إيه؟ عايزين ندوق. طيب ابعت لنا حاجه اخر حلاوه. من عينيا من عينيا. ربنا يخليك يا مدام نوال، صباحك فل. وانت مثلا حلو قوي لينا النهارده انك ابتديتي متاخر، لكن فرحانه ان انت ابتديتي. ده حلو، ده عامل برضو حلو قوي للنجاح. قالته مدام اخر حلاوه الكلام ده، اخر حلاوه. النجاح مش مرتبط بسن. يعني بقى بدات بدري، بدات متاخر، انت تقدر. يبقى النجاح قرار، قرار من الاول. هنجح، هنجح ان شاء الله طبعا، يعني بس هنجح يعني هنجح. وقفت قدامي دي هجرب وهحاول وهوصل. طول ما انت حاطط في بالك كده يبقى هتتحلى بالصبر. يبقى الصبر من اهم الحاجات اللي ممكن تخلي الانسان ينجح. لكن الواحد اللي عايز النجاح السريع، يجي بسرعه، يجي بسرعه، مستعجل مستعجل مستعجل، هيقع. طب انا في نقطه بقى، بس هسيبك انت تتكلمي عنها، انت تتكلمي عنها احسن مني. إيه؟ عدم الاستسلام، ان انا ما استسلمش. وحش قوي اليأس ده، مش معنى انا اتكلم هنا، اتكلم انا عادي. لا مش قصدي كده. هو كل واحد فينا عدى باللحظات كده اللي هي انت جربت ان انت تبقى محبط،
الناس حواليك ممكن يبقى حواليك ناس محبطين يقولوا لك كلام يخليك يعني رايح في حتة تانية وهعمل ايه وما خلاص بدأت متأخر زي ما دام نوال ما كانت بتقول ممكن يخليك برضو تستسلم. هو بعد العمر ما عدى معقول ان انا اعمل حالتنا النفسية كلنا احنا بني ادمين بنمر بالحالة دي الله. تبقى يائس ومش قادر وكل حاجة حواليك بتقول لك لا كل حاجة حواليك بتقول لك لا نفسيتك وحشة جدا. لو انت استسلمت لده صدقوني هي عاملة زي درجة السلم كده لو انت مسكت في عارفين درابزيني كده ولا السور اللي جنب ايدك تمسك فيه وتثبت مش هتقع ويمكن تروح صالب طولك تاني ومكمل طلوع. لكن لو استسلمت وسبت ايدك هتلاقي درجة جابتك 2 و3 و10 ووقعت تحت. وياما ناس صدقوني بتبقى في عز الألم بأمراض صعبة بفشل خسرة فلوس خسرة مشاريع خسرة ناس بس لما بياخد القرار إنه ما يستسلمش يقول برضو هفضل واقف على رجلي وهحارب مهما كان بترجع بترجع أقوى من الأول لأن الضربة اللي وقعتك دي علمتك. فبتلاقي شخصيتك الناس تقابلك كده وتقولك ايه ده انا انت اتغيرت انت فيك انت ما كنتش كده شخصيتك اتغيرت طريقتك اتغيرت لحقت تعمل كل ده امتى بس اتغيرت للافضل. ايوه طب شفتي بقى عدم الاسلام حلو زي. عدم الاسلام جميل. طيب ناخد مدام هاله. يا مدام هاله صباح الفل. صباح النور عاملين ايه؟ صباح الفل عليك. تمام الحمد لله دايما يا رب الاقيكم كده منورين ربنا يخليك يا مدام هاله. النجاح على فكره حلو خالص خالص طبعا وانا عن نفسي يعني في مره جربت ان انا اشتغل وقلت هشتغل في حاجه انا اصلا ما كنتش عارفاها قد كده يعني وقررت ان انا اروح. ولما رحت مش عارفه اعمل ايه يعني في الشغل اللي انا فيه بس كنت عامله نفسي ان انا عارفه كل حاجه كنت ببص قدامي كده واعمل اللي زي ما هم بيعملوا يعني. ومره في مره في مره بقيت ان انا تمام قوي في الشغل وحسيت بالنجاح قوي قوي وكنت فرحانه بنفسي. الله. واللي هم كانوا معايا كانوا بيستغربوا خالص خالص ايه ده ممكن ينفع تقول لنا نوع الشغل اللي انت كنت خايفه منه وعملتيه؟ كوافير. برافو عليكي. طب بس اتعلمت الاول ما كنتش اعرف حاجه قد كده يعني ما رحتيش الاول مكان اتعلمت فيه وكده؟ لا كان اول مره ان انا انزل وما كانش عندي فكره قد كده وكنت ببص يعني لصاحبه الشغل واللي حواليا وقلت ان انا ايه هتعلم بس عيني بتلقط طبعا. ايوه طبعا طب ما ده يعتبر تعليم. كان عندي اصرار ان انا كان في نجاح وكده كنت فرحانه بنفسي والزباين كانوا مبسوطين ان انا كنت بعمل ليهم شغل حلو قوي. حلو قوي. على الرغم ان انا كنت لسه جديده في الشغل وكده يعني. فالنجاح حلو والاصرار حلو. برافو عليكي. وان الواحد ما يقولش انا ما اعرفش انا مش هعمل. برافو. لا عادي. برافو. اللي ما تعرفوش تتعلم. برافو يا مدام هاله. شكرا. برافو يا مدام هاله واحنا كمان بنشجعك. برافو عليك ان انت اتعلمتي حاجه جديده بالنسبه لك ونجحتي فيها. الواحد انا بحب ده بحب جدا. بصوا هي بتتكلم يعني بتقول ايه ومدام نوال برضو قالت نفس الكلام فكره ان انا ابقى فخور بنفسي كان عندي تحديات وصعوبات وقدرت اوصل بدات متاخر ووصلت ما كنتش بعرف وتعلمت لا دي حاجه حلوه يعني عندي حاجه بشوف برضو انا كان عندي مهمة. حاجه تانية ماشي اتفضلي. المرونه يعني كتير لما بنبقى في البرنامج بنتكلم على الموظفين اللي هي لما تروح لواحد يعرقل لك الدنيا ويقول لك هي ما تمشيش الا كده لو ما جبتش الورقه دي مش عارف ايه دي ناقصه ايه اصلها مش باينه الواحد اللي يوقف لك المراكب السايره وفي واحد تاني هو يفكر معاك ازاي حالك يمشي. أيوه. فلو انت خدتها من ناحيه حد موظف حد عنده مشروع دايما عنده مرونه في الامور والحاجه دي ممكن اتغاضى عنها وتمشي ولو السكه دي متقفله ممكن ادور انت مرن مش كده. هي كان في نقطة كمان أنا يمكن قلناها من زمان قوي بس حابب أقولها تاني ودي أرجوكم يعني حاولوا تسمعوني ربما يكون الكلام يعني يفيد حد يعني الخروج من منطقة الراحة الخروج من منطقة الراحة خلي بالكم الطبيعة الإنسانية هي ميالة للراحة يعني كل عمل أنت بتعمله هو أنت بتحاول تقاوم فيه الطبيعة بتاعتك يعني يعني على فكرة اللي بيروح الجيم ده وعايز يبقى عضلاته بيشيل ويحط ويعمل بتاع هو الطبيعة الإنسانية تقول له يا عم نام استريح أنت إيه اللي يوجع دماغك وإيه اللي يوجع قلبك وممكن تتمزق وممكن تتعمل لكن هو اللي حاول يعمل كده واللي شاف إن جسمه مش مظبوط والدنيا بتاعه وراح ده كان خرج من منطقة الراحة بتاعته وراح شايل البطانية
من عليه وابتدى ينزل يلعب جيم عشان يخلي جسمه كويس. الإنسان اللي فتح بيزنس هو خلي بالك خرج من منطقة الراحة، لأن هو ممكن يكون كان شغال باليومية ولا شغال بالشهرية، تمام أنا كده كده نايم في بيتنا، وحتى لو جه موضوع زي كورونا الله لا يعيده ولا حاجة وبتاع، خلاص نايم في بيتنا والمرتب بيجي لي أول الشهر، صاحب الشغل بيجيب اللي جايب لي مرتب، منه مش دعوة أنا مالي، أنا مرتبي يجي لي كل أول شهر. ولو شغال في الحكومة انفتك الميرت مرمق في ترابه، خلاص أنا شغال في الحكومة زي الفل، ده أنا لو حصل لي إيه المرتب بتاعي برضه هيجي وأنا إيه بشرب كوباية الشاي وزي الفل. الخروج من منطقة الراحة هو اللي بيخليك تتألق وبيخليك تنجح أكتر. يقولك حاول تغامر، مش تغامر بحياتك أو تغامر بفلوسك أو تغامر بفلوس عيالك، لأن أنت كمان إحنا لما بنقول الكلمة ابسط حاجه عشان اهبطك اعممها، بمعنى اقول لك غامر يا راجل، اغامر بحياتي يا راجل، اغامر بالفلوس بتوع، لا مش بقول لك كده، لكن بقول لك اذا انت محوش قرشين يا سيدي تغاضى عن جزء منهم واعمل بيه حاجه انت بتحبها او حاجه انت بتحلم بحيث ان انت حتى لو خسرت انت مش خسرت ما تبقاش خسرت دنيتك كلها. بس بقول لك دايما اللي عاوز ينجح واللي عاوز يتميز يخرج من منطقه الراحه. كل ما تلاقي الإجابة بتاعتك لا أنا خليني في المنطقة دي عشان دي راحتي، عشان دي أنا هنا أكثر أمانا، أنا هنا 100 فل 14 وبقول يا حيط داريني داريني يا حيط، اعرف أن أنت بتفكر بشكل غلط. معايا؟ معاك. الضمير الضمير؟ فين؟ الضمير عملة نادرة، لكن في ناس كتير عندها ضمير. لازم يبقى عندك أخلاق وضمير في شغلك، لازم تبقى بني آدم صادق وكلمتك واحدة. لو أنت عاوز تنجح اوعى تخلي عندك ذمتين، اوعى تتعامل مع الناس على انها كده اي حاجه هي سلعه وهتعدي، بعت يعني انا هشوفه مره تانية. لا، لو انت انسان ملتزم، لو انت انسان امين، لو انت عندك اخلاق وضمير في شغلك هتنجح. الناس هتقول الله يبارك لك، اللي اتعامل معاك مره هيرجع لك مره تانية، يقول ده كلمته زي السيف، ده باخد الحاجه من وراه ما رجع، ده الحاجه دي من عند فلان خلاص، ده دي احسن حاجه في الدنيا. فمن ناحيه الماديه بتبيع ايه بكام بضمير، الكواليتي بتاع الحاجه بتاعتك اللي انت بتشتغلها، موظف في مكان فانت امين في كلمتك، دي من اهم. لكن البني ادم اصل بني ادم برضو سمعه يعني، فانت سمعتك في شغلك بيقولوا سمعته سابقاه، سمعتك سابقاك باخلاقك وضميرك، هتلاقي نفسك ربنا بيديك من خطوه للتانيه ونجاح. عندك بقى ذمتين وكلمتين وبتلعب بالبيضه والحجر زي ما بيقولوا كده ثلاث ورقات، صدقوني ده بتلاقوه وقع مهما كان في الاول يبدو للناس ان هو ناجح. مدام فايقه صباح الفل. صباح النور استاذة هبه. صباح الفل على حضرتك. صباح الورد. منورين، بحبكم قوي. ربنا يخلي حضرتك مدام فايقه. انا عايزه اتكلم، انا كنت شغاله مشرفه في دار مسنات، وبعدين يعني كنت بحب مسنات كتير قوي، وبعدين لقيت نفسي المجال اللي انا شغاله فيه ده اهو يعني عايزه اعمل حاجه افضل، يعني حاجه تعب، لاني لقيت نفسي قاعده مريحه مش بعمل حاجه جامده، فدخلت في مجال التمريض. فاكتر حاجه حبيتها ان انا اخدم المسنه بكل حاجه، بدل ما تيجي ممرضه في الدار تديها الحقن تديها العلاج تعلق لها محاليل، اتعلمت كل الحاجات دي. بقيت اشغل الاجهزه، بقيت اشغل الرايل، بقيت اشغل اقيس السكر اقيس الضغط، وبقيت فرحانه جدا. أيوة بكل عمل انا بعمله علشان خاطر عايزه اخلي الناس اللي قدامي دي في احسن حاله. برافو. يعني كان عمل بالنسبه لي في فرح، الله، في فرح وبهجه، كانت الناس فرحانه ان انا يعني من جا جا يعني مشرفه في مسنات لتمريض مسنات، حاجه كبيره. فجت دكتور مره بيقول لي انت بتعملي عمل اعظم اللي احنا بنعمله، ان انت بتعملي كل حاجه احنا بنعملها. برافو عليك يا مدام فايقه، برافو عليك ان انت ربنا يديك الصحه. حاجات جميلة. ده مش شغل بس، ده شغل وخدمه. صدقيني بصي رسالتك وكلامك النهارده يفرح القلب كده زي ما بيقول. بتتكلمي عن اللي انت بتعمليه بحب، بتتكلمي عنه بفرح، انت مبسوطه باللي انت بتعمليه. هو ده بقى يعني. لا قبل نقرا تعليقاتكم، انك تعمل، شكرا لحضرتك، واحنا يعني تعمل الحاجه بحب. انا فرحان النهارده هبه، كان عندنا ثلاث نماذج حلوين، ثلاث نماذج نجاح. ايوه طبعا، ولو فتحنا الوقت هتلاقي طبعا اكتر من كده بكتير. اتفضلي اقرا انا ولا تقولي ولا
في فينا صبحي بتقول صباح الورد اسحاق وهبه، احنا مستحيل نخسر اذا توقفنا عن المحاوله ولا نستسلم. النجاح لا يحتاج الى اقدام بل الى اقدام، لا يحتاج الى اقدام بل يحتاج الى اقدام. صح. التركيز على تحقيق الاهداف والمال هيجي، ما تستعجلش ولازم تتعب عشان ترتاح بعد كده. على راي اسحاق الغالي، ونهاركم سعيد يا حبايبي. صباح الفل عليكي ونهارك سعيد. ميرفت رفائيل بتقول صباح الخير والامل عليكم، ومورا بتقول صباح الخير. عوامل النجاح الثقه في ربنا، دي اول حاجه، الثقه بالنفس، العمل بجديه، حب العمل، ونخطي الصعب هو الوصول الى النجاح. تخطي الصعب. اتفضل. بصي بقى، ميري سعد بتقول صباح الخير والبركه، اهم حاجه اني ما كسلش، بس اعمل ايه في الخوف من الفشل، ان لما اوصل لنهايه الطريق اكتشف انه مش نافع، بس وقتها ما ينفعش ارجع تاني من المصاريف اللي اتصرفت على المشروع. الحقيقه الخوف من الفشل، ما اعرفش هي بتبقى معايا ولا لا، انا بحس ان الخوف من الفشل بيفشل يعني. اكيد طبعا. يعني انا بحس ان دايما اتكل على ربنا وادوس، وانا بحب البدايات الصغيره، يعني ما بحبش اي حد يجي يقول لي عايز اعمل مشروع واذا بدات ابدا كبير. لا، انت مش يعني ابدا كبير دي مش بتاعتك، يعني لما تبقى لسه صغير او امكانياتك على قدها يبقى ابدا كبير دي مش بتاعتك. ابدا كبير دي لما اكون بتكلم مع شخصيه ليها ثقل في المجتمع، ولو بيعمل بيزنس يعني وراجل ملياردير او ده هو لازم يبتدي كبير لان هو كبير. لكن ما تبقاش صغير وتقول لي انا هبيع ذهب والدتي وهبيع حاجه مراتي وهبيع بيتنا واعمل مشروع. لا، انا بقول لك انت كده غلط. ما هو احنا ساعات حتى بنفكر في اي حاجه بشكل مش مظبوط. اذا كنت انت لسه الدنيا لسه صغير، هعترف ان انا لسه صغير، وتبقى بدايتي صغيره ونكبر مع بعض واحده واحده، وحتى لما بتبقى فيه خساره ما بتبقاش خساره مدمره. الخوف من الفشل ممكن تخاف وانت قاعد لسه ما بداتش اي حاجه، وده طبيعي يعني، دي حاجه انسانيه. انا وانا قاعده كده بفكر واقول انا هعمل مشروع، طبيعي ما انا خايفه افشل، وده حقي ان انا خايف يعني. طيب بالورقه والقلم ابتديت اعمل دراسه جدوى وحسبت كل حاجه ودرست كل حاجه، هنا بقى خلاص طالما بعد الدراسه ينفع اعمل المشروع ده هبتدي واتكل على الله، وجايز اي حاجه بنعملها فيها نسبه ريسك. سمي ودوس. سمي ودوس. في حاجه ممكن يبقى فيها نسبه ريسك، وارد انها تحصل يعني، لكن طالما درست هتقبل حتى الفشل واحاول ان انا اصلح. فبس طالما درستي كويس اتكلي على الله وما تقلقيش يعني. سامية سعيد بتقول صباح الخير، الإصرار والتصميم إني أبقى حاجة، والصراحة مع النفس وعدم الإحباط. بص، الصراحة مع النفس دي لازم يبقى في صراحة مع النفس، يعني لو أنت عندك ديفوهات في شخصيتك اعترف بيها. لكن واحد طول الوقت بيقول أنا تمام جدا، أنا ما عنديش أي مشاكل، ده فلان، ده الغلط من فلان، ده الظروف مش عارف إيه، اعترف بنفسك أو مع نفسك بصراحة أنت إيه مشاكلك عشان تتعامل معاها. هتفضل تقول إن كل اللي حواليك هم اللي غلط والظروف هي اللي غلط وأنت بس اللي صح، تحمل بقى نتيجة الفشل. برضو معانا نسر البرية بيقول ماما في السماء عيد ميلادها النهاردة، بقول لك كل سنة وانت طيبة وحشتيني، ربنا يا رب يرحمها. تعيش وتفتكر. سامية سعيد، الإصرار والتصميم إن أبقى حاجة، والصراحة مع النفس وعدم الإحباط. صليب منصور بيصبح علينا بيقول من مقاومات النجاح أن تثق في نفسك وقدراتك وخطة ربنا في حياتك والسعي والعمل على تحقيق هدفك وحلمك. إستر عبد الوهاب، الإصرار على تحقيق الهدف مهما قابلت من صعوبات، بمعنى لا تشمتي بي عدواتي إذا سقطت أقوم. مجدي بدير بيصبح علينا وبيقول ساعات الظروف حضرتك بتصنع بني آدم، كلمتين أبرك من عشرة. الظروف طبعا بتصنع بني آدم، احنا كده كده كلنا بني آدمين، يعني الظروف مش بتصنع بني آدم، لكن أنا عارف قصد حضرتك أني أوقات الظروف بتصنع إنسان قوي. طب ما بدل ما نسيب نفسنا للظروف وللمشاكل ولكذا ولكذا عشان تصنع مننا إنسان قوي، طب ما احنا نفكر كيف نكون أقوياء، نفكر إزاي أكون ليا دور مؤثر، أكون ناجح، ناجح في عملي، ناجح في خدمتي، ناجح في علاقاتي، ناجح في كل شيء. طيب أنا هختم معاكم بتعليق. مدام ميرفت بتقول ممكن يكون الواحد عنده طموح وبيكافح، لكن وراه ناس بتحبطه وتبوظ شغله ودايما يقولوا له حاجات سلبية. في ناس ما بيحبوش إن أنت تكون ناجح، ده بيتعبهم شخصيا. طبيعي جدا يعني، مش مستغربة الكلام.
اي حد هينجح هتلاقي ناس بتحبطك وتقول لك كلام يحبطك، هتستسلم وتسمع يبقى خلاص اقعد بقى على جنب وما تعملش عشان كلام الناس. لكن اي حد بيقول لك كلام، في حاجه اسمها نصيحه خالصه من حد قريب منك بيشوف بس لغايه يقول لك لو عملت كذا هتبقى احسن، وفي حد بيقعد يقول لك هتروح فين وتيجي منين والدنيا والظروف وهتخسر الفلوس ويفضل يقول لك كلام محبط، ابعد عنهم واقفل ودانك كده وخليك في طريقك عشان نوصل. فطبيعي تقابلي محبطين في حياتك، بس الاهم ان احنا نبقى شاطرين وما نسمعش. صباح الفل عليكم، ويعني دي كانت فقرتنا الاولى، كنا مبسوطين جدا بتواصلكم معنا بنماذج النجاح اللي كلمونا النهارده، وانا عارفه ان في كمان اكتر بكتير قوي لو كان الوقت يسمح. نشوف دلوقتي آية اليوم ونرجع نكمل حلقتنا. مجدا واكراما اكراما ومجدا للثالوث القدوس الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان ودهر الدهور كلها امين. صباح جديد جميل، صباح الامل على كل المحبين. في هذا اليوم المبارك يحدثنا سفر اشعياء عن ايه جميله جدا تطمن كل الناس وكل الخايفين، بتقول لا تخف لاني فديتك، دعوتك باسمك انت لي. دعوه في هذا الصباح المبارك لعدم الخوف. ربنا بيدعونا النهارده ان احنا ما نخافش ابدا. والحقيقه علاج الخوف موجود في الكتاب المقدس عشان نبقى عارفين كلنا. المحبه الكامله تطرح الخوف الى خارج. فالانسان اللي بيحب الله من كل القلب لا يخاف، ويحب القريب كالنفس ويحب الاعداء. ولكن رب المجد يسوع النهارده بيشرح لنا انه فعلا حبنا ازاي؟ يقول لا تخف لاني فديتك. وجي ربنا فدانا من الموت الابدي بالصليب، انه مات بدالي على الصليب. ومفيش محبه اعظم من كده، هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياه ابديه. لا تخف لاني فديتك، دعوتك باسمك انت لي. دعي اسم الله علينا، ولذلك أعطانا كل ما له. أعطانا نور الآب وأخذ ما لنا، أخذ طبيعتنا الفاسدة، أخذ طبيعتنا التعبانة. أنت لي، يعني ربنا بيقول لك النهاردة أنت مش للعالم، أنت مش لحد تاني، أنت لي هو. فما تخافش، لا تخف لأني معك، لا تخف لأني فديتك، لا تخافوا، لا تخافوا. اتقالت كتيرة جدا جدا جدا. الناس اللي خايفة، خايفة من ثلاث حاجات. خايفة من المرض، خايفة من المرض. خايفة من المستقبل، خايفة من بكرة، خايفة من الموت. ولكن الإنسان اللي واضح حياته في إيد ربنا ما يخافش أبدا، لا من مرض ولا من مستقبل ولا من موت. ولما يجي ينتهي اليوم بتاعه على خير يقول له يا رب لست أعلم ما يحمله الغد لي، ولكنني أعلم شيئا واحدا، أن نفسي في يديك كل حين. يا على الجمال لما الإنسان يبدأ كده يومه وهو ما فيش خوف إطلاقا، لأن اللي جواه محبة كاملة كامنة جواه. وأي إنسان يقابله يقول له أنت مش خايف من الأمور اللي بتحصل حوالينا دلوقتي؟ يقول له لا، معايا وعد جميل بيقول لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك. حاجة نفتخر بيها كلنا إن اسم رب المجد يسوع دعي على اسمي وبقيت اسمي مسيحي. أي شرف هذا، أي كرم هذا من أبويا السماوي. ما تخافش، ما تخافش، ده رب المجد يسوع اللي بيقولك كده. ما تخافش من إنسان إطلاقاً. إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي، وإذا كان الله معنا فمن علينا. يعني فعلا الإنسان اللي قلبه مليان بربنا الخوف ما يجيش ناحيته أبدا. التلات فتية زي ما حضراتكم عارفين دخلوا أتون النار والنار حواليهم من كل ناحية، مش خايفين إطلاقا. حتى لو دخلنا النار، حتى لو دخلنا النار
دانيال في جب الاسود، الراجل رماه وكان خايف جدا اللي رماه، فبص عليه فبينادي عليه بصوت اسيف بيقول له يا دانيال، قال له نعم انت لسه صاحي، قال له الهي سد افواه الاسود لان معايا وعد بيقول لا تخف لاني فديتك دعوتك باسمك انت لي. يا ترى انت لي ولا للعالم والشهوات العالم وملذات العالم، ولذلك عندك قلق ما بتنامش بالليل، خايف، خايف على الرصيد اللي عندك، خايف من الألم اللي عندك، خايف من المستقبل من بكرة. لكن الإنسان اللي ماشي بهذا الوعد الرائع الذهبي اللي هو بيقول لا تخف لأني فديتك، أنا فديتك دعوتك باسمك أنت لي أنت ملكي. ولذلك اللي عايش بهذا الأسلوب في هذه الأرض يبان عليه، يبان عليه السلام، يبان عليه الحب، يبان عليه الطمأنينة. إنسان مطمئن، إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي، تلاقيه مطمن جدا جدا، مفيش حاجة تقلقه، مفيش حاجة تربكه، مفيش إنسان يخوفه أيا كان. بصوا على الشهداء والمعترفين قد إيه كانوا بيروحوا ساحات الاستشهاد وهم مطمنين جدا وفرحانين جدا جدا. ليه؟ معاهم وعود كتيرة جدا جدا. هل أنت واثق في هذه الوعود وعايش هذه الوعود ولا قلقان؟ لو قلقان تبقى عايش من أهل هذا العالم. تعالوا النهاردة في هذا الصباح المبارك ونقول له يا رب استلم حياتي، يا رب املأ قلبي سلام وابعد عني خوف حسب الوعد اللي اديتهوني، لا تخف لأني فديتك دعوتك باسمك أنت لي، لإلهنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد. آمين.